يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي كبيرة في السن وهي جاهلة، وتقول دائما لو شاء الله ما عذب أحدا، وكأنها تعارض تعذيب الله للناس، فما كيفية الإنكار عليها في ذلك؟ بين لها، ربما أنها مقلدت أحد ولا تقرأ لأحد، بين لها أن هذا خطأ ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام الجبرية. نعم. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ولا أبا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقولون الله راضي بهذا، الله راضي بهذا، الله رد عليهم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما تركهم، أرسل إليهم الرسل ولا عذرهم بكونهم يقولون لو شاء الله ما. نعم.